في ايه؟ هلا في ايه مال؟ في ايه يا بنت مالك؟ لا لا يا كريمة كريمة بقى بس كريمة الله في ايه يا بنت؟ في ايه؟ حلوة ان لها الحملات الرهيبة دي؟ دي مش رهيبة دي جل دي حلوة قوي شكرا انت هتكلم بابا امتى؟ ليه وعايز فنلات؟ لا لا طب بص اديله رنة وهو هيتصل بيك رنة عارف انا موضوع رنة ده بقولك ايه يا كريمة؟ نعم انت ما بتزهقيش هو انت شايفني وحشة؟ هو انا بس اللي شايف كده؟ طبعا ما انت كنت بتقعد بتاع الرقاصة دلوقتي انا اللي طلعت وحشة احترمي نفسك الشغل بتاع الرقاصة والحانوتي على الكمبيوتر هنا انقليه على ديسك وابعتيه المطبعة وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه فاهمة ولا مش فاهمة؟ حاضر اوعي ماشي يا رشدي اشوف انا ولا الرقاصة دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها يا ادهم بيه حضرتك ليك منافسين كتير اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه ما هو ده اللي مجنني الغسالات ما بتتباعش ليه الناس بطلت تنضف يا ادهم بيه انخفاض المبيعات في حاله وجود منافس جديد وبسعر ارخص شيء طبيعي جدا عشان كده انا عندي اقتراح احنا نصرف اكتر في الدعايه نصرف ده بيقول لي نصرف يا رد يا استاذ أنا بدفع لشركتك 150,000 جنيه في السنة في السنة 150,000 جنيه وجاي دلوقتي يقول لي أصرف تاني يا آدم بيه ده المنافس بيدفع فوق المليون مين ماشي يا لطفي الغاب ماشي يا لطفي يلا ماشي يا لطفي يلا مع ألف سلامة ألف ليه للتبذير بتاعك ده ألف يلا في داهية يلا بقى خليك خرقان في خسارة حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي وانتوا كمان كل واحد فيكم يحاسب على الشيء بتاعه قبل ما يمشي ايه يا واد مالك مبلم لي كده ليه يا نهار ابوك اسود ايوه عم حامد مالك في ايه انت عيان ولا ايه انا رشدي مش فاكرني ولا ايه عم حامد مالك بقى انا الموت على اي حق موتوه هو ايه اللي حصل بقى يا سيدي كهربا اخر الاحزان حزنوه لا ايوه حصل انا المعلم اجاني على سن وقمح خلتني ركاسه مصر الاولى حصل ده انا ما كنت تحط هنا متيني وسواري هو انت بقى بتاع الموت علينا حق شوف شغلك هنا اشوفك في الاخر بقى اقربك فين مفيش في وشك مكان يا عم اضرب وانت هتركن سيب عينك الشمال يلا بس للدرجه دي الرقاصه والحانوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم بس لا يا اخي انا بجد وحي مش عارف المصيبه دي حصلت ازاي معلش ليه بس السهر والاراق خلاك اتلخبطت وبدلت الصور المهم فين الشغل يا عم انت قدامك يا عم على الكمبيوتر حلو قوي تسلم دماغك اي خدمه يا عم ودول يا سيدي 200 جنيه بقول لك ايه يا سموحه ما تشوف لي عميل من العملاء الكبار بتوعك يظبطنا في اي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجه لحسن حالة مقشفره بدل التنقيط ده يا ابني مفيش احلى من الشغل اللي بجيبه لك ده الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ يا سيدي اهو اجرب انت حر هديك عنوان زبون اسمه ادهم الشاذلي زبون 100 ليه قصه كده هتحكيها لك بعدين بس اوعى تقول انك من طرفي عيب يا عم هو انا عيل اقول انك من طرفي ربنا يكرمك يا سموحه يا اصيل يا رجوله ايه بقى اللي انت بتعمله ده يا اخي مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى حاولت اجيب له الثانيه مش عايز الزر ضيق شويه يا ابني ارمي الزباله ده زباله طب بيجيب الجزيره ده جزيره جزيره ايه جزيره الذهب اللي قدام الناحيه الثانيه خلص البنت خليها تتنقل الزف حاضر يا ستي هي بتتجوز ولا بتولد طبعا ليه في ايه يا جمعه ايه القلق ده ايه الزحمه دي
ده فرح ولا ايه؟ عروسه دي؟ اه يا اخويا عروسه، امال جاموسه؟ طب بالراحه شويه يا ستي، الف مبروك على الجاموسه. يلا يا جمعه خلصت؟ ما خلاص خلاص، شطبنا، اتفضلي. يلا يا بت تمام نظر. بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك، انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اه اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبقني انت على البيت وانا هجيب الناس واجي لك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي.